صباح الخير والعافية على كل مشاهدينا عبر قناة الرابعة والرابعة الرياضية. راح أكون أنا وياكم إيرلا العابي في حلقة اليوم من أول النهار بمواضيع مختلفة وجولات منوعة مع زملائنا المراسلين أكيد، وأيضا ما ننسى الملف الرياضي اللي راح يكون في الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم مع زميلي أحمد. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير عليك إلا، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. نتمنى يكون يومهم طيب، يومهم لطيف، يومهم مفعم بالطاقة الحلوة، ويقضون ويانا وقت حلو إن شاء الله. وأكيد تفاصيل الوضع الرياضي محليا وعالميا راح يكون وياك في الساعة الثانية، نرجع لك يا أحمد. مشاهدينا مستمرين معكم، وكما هو معتاد لدينا كثير من المواضيع، وأكيد لدينا اليوم موضوع محوري راح يكون وجولات مع مراسلينا، لكن كما هو معتاد نبدأ حلقتنا بأبرز الأخبار اللي أو القرارات اللي تصدرها الدولة في من البارحة حتى اليوم. أولى هذه الأخبار اللي اليوم ويانا هي تعيينات جديدة لحاملي الشهادات العليا والأوائل، حيث أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي المصادقة على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانوني أو قانون حملة الشهادات العليا والأوائل تجاوزوا 850 مشمولا. وذكر المجلس في بيان تلقته الرابعة أنه قرر بجلسته الطارئة رقم 22 المنعقدة في يوم 30 من شهر السابع عام 2024 المصادقة على تعيين أكثر من 850 قيدا على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017. وأضاف أن التعيينات الجديدة موزعة على الاختصاصات ألا وهي معاون مصحح، معاون مترجم، معاون اختصاص نظم معلومات، معاون مهندس مدرس رابع، ومعاون مهندس تقني، معاون مهندس زراعي دبلوم فني، معاون مختبر متدرب تحليلات مرضية، كاتب مكتبات، ممرض فني، معلم جامعي رابع. وأكد حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقا لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب المتواصل لتشكيلته كافة وجميع كوادره. وفي خطوة تعتبر جيدة صراحة هي إعفاء نزلاء الأقسام الإصلاحية من الأجور الجامعية، حيث أعلنت وزارة العدل موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعفاء نزلاء الأقسام الإصلاحية المنخرطين بالتعليم الجامعي من أجور الدراسات المسائية. ذكر بيان لوزارة العدل تلقته الرابعة أنه استنادا إلى وثيقة التعاون العلمي الموقعة بين وزير العدل خالد شواني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أعلنت وزارة العدل عن استحصال موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعفاء جميع الطلبة من النزلاء المودعين في المؤسسات الإصلاحية الدارسين في جامعاتها خلال فترة محكوميتهم من أجور الدراسة المسائية المترتبة بذمتهم، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2023 و2024 صاعدا. بدوره أوضح وكيل وزير العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي وفقا للبيان أن التنسيق في هذا الجانب تم لمراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بالنزلاء ولضمان حصولهم على حق التعليم وإتاحة الفرصة أمامهم لتعزيز قدراتهم العلمية وزيادة الوعي لديهم من خلال الانخراط في مراكز التعليم الجامعي الموجودة حاليا والمعتزم افتتاحها في الأيام المقبلة بجميع الأقسام الإصلاحية.
وننتقل إلى العتبة الزينبية، حيث 100,000 زائر أغلبهم من العراق في عام 2024، حيث أعلنت العتبة الزينبية المقدسة يوم الثلاثاء تخطي عدد زائريها 100,000 زائر لغاية شهر تموز من العام الحالي. وقال مدير العلاقات العامة في العتبة الزينبية ديب كريم في تصريح خاص للرابعة أن أعداد الزائرين في العام الماضي كان بحدود 120,000 زائر، مشيرا إلى أن عدد الزائرين في العام 2024 الحالي تجاوز 100,000 زائر حتى شهر تموز الحالي. وأضاف أن أعداد الزائرين في ازدياد مستمر عاما بعد عام، وأغلب الزائرين من العراق، مشيرا إلى أن هنالك زائرين من السعودية والبحرين وسلطنة عمان أيضا. وأكد أن العتبة الزينبية المقدسة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين، مبينا أن أهم المشاريع التي تعمل عليها العتبة هو توسعة المقام الشريف لاستيعاب أكبر عدد من الزائرين. وإلى خبر آخر، حيث تم فرض تعرفة جمركية على الطحين المستورد، حيث قرر مجلس الوزراء فرض تعرفة جمركية على الطحين المستورد بنسبة 30%. ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة جمركية على الطحين المستورد تصاعديا وتدريجيا، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلي وصولا إلى نسبة 25% كمرحلة أولى. ضمن القرارات استخدام الحنطة المحلية لإنتاج الطحين الصفر، وبيع الحنطة المحلية للمطاحن بسعر 450,000 دينار للطن الواحد، إضافة إلى تعاقد وزارة التجارة والشركات المتعاقدة معها مع المطاحن التجارية العراقية لتجهيز المشمولين بالإعانة الاجتماعية بمادة الطحين الصفر على التعاقدات الجديدة، وحصر تجهيز وزارة الدفاع والداخلية والتجارة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية بالطحين الصفر من المطاحن المحلية. مكملين معكم مشاهدينا حلقتنا لهذا اليوم، ونبدأ بجولات مراسلينا بمواضيع مختلفة، ولهذه الجولات رح تكون مع زميلتنا حنين العبد الله حول موضوع يعني شهدنا في الأسابيع أو الأيام الماضية كثير من الاحتفالات وتسليط الضوء على يوم الطفل العالمي، ولربما ما يعني أبرز ما يعاني أو تعاني منه الطفولة في العراق وأغلب البلدان العربية ولربما على مستوى العالم أيضا هو موضوع عمالة الأطفال. فزميلتنا حنين كانت متواجدة مع الناس في إحدى مناطق بغداد، ورح تتناقش وياهم حول هذا الموضوع وتأخذ آرائهم حول موضوع عمالة الأطفال. خلونا نتابع وراجع لكم. صباح الخير والعافية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الرابعة الفضائية وبرنامج أول النهار. اليوم موضوعي راح أتحدث به عن موضوع عمالة الأطفال أو تشغيل الأطفال بأعمار صغيرة. اليوم مثل ما نشاهد بالبلاد موضوع عمالة الأطفال انتشر بصورة كبيرة. اليوم للأسف كثير من الأطفال انحرموا من دراستهم بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية اللي تعيشها عوائلهم أو يعيشها البلاد بصورة عامة. اليوم الكثير من الأطفال هم بعمر صغير نزلوا إلى سوق العمل وعملوا مختلف الأعمال. طبعا هذا الموضوع أكيد بسلبيات راح تواجه الأطفال وهم بعمر صغير، خصوصا إذا كانوا تاركين دراستهم. فموضوعنا اليوم راح نتحدث به مع المواطنين، وإذا يعني من خلال جولتنا لهذا اليوم إذا لاحظنا أو شفنا أنه هنالك أطفال يشتغلون بعمر صغير، أيضا راح نسألهم شنو هي الدوافع اللي خلتهم يشتغلون هم بعمر صغير. كذلك أيضا قبل فترة قليلة بيوم الطفل العالمي، أنه يوم الطفل أو
أنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحدث عن رعاية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم ومستقبل، فخلينا نشوف أول متحدث هنا. صباح الخير. شلون الصحة؟ نتكلم شوية، نتحدث عن عمالة اليوم. كثير من الأطفال بعمرك وبعمر صغير هم دا يشتغلون ونازلين ودخلوا لسوق العمل هم بعمر صغير. شلون نشوف رأيك بالموضوع؟ ما شاء ابنك هو؟ اي والله ابني. الله يحفظه. الله يستاهل. اليوم دا نحكي عن موضوع عمالة الأطفال. اي ممكن. بعض الأطفال دخلوا إلى سوق العمل هم مجبرون. مجبرون العيشة الراد. هي مو الإيجار الخاط. يعني ساخذ هو يعني تطلع بثلاثة، المعلمة مثل من عنده، الأجار البيت من عنده، خط المولدة من عنده، كل شيء راد. هو طالب؟ هو طالب والله خطير. تحدث شوي يا صاحب حضرتك. ثالث متوسط. زين شلون مأمن أو موفر الوقت إنه بين الشغل وبين الدراسة؟ والله يجي يشتغل ويكمل وشوي ينام ويروح المعلمة، أما وبالعطلة لا. بالمدرسة ما طلعوا. بالمدرسة ما طلعوا. أنا أشتغل. هم يقول لك الولد إنه من بعمر صغير ويدخل للسوق ويشتغل هذا شيء أوكي ممكن سبع. رجال. رجال. بس بنفس الوقت إنه الموضوع إنه أكو أصغر من عنده أطفال قاعدة يشتغلون وهم انحرموا من طفولتهم انحرموا من دراستهم. يا هذا الابن الشهيد اليتيم خطير يجي يشتغل هنا. هي الظروف اللي تجبره. أنا هم ظروفنا صار ظروفنا متعبانة. لو مو تعبان يجي لي هنا اجيب لي هنا لو عمر عايه اجيب لي هنا لو عندي شويه راتب اجيب لي هنا بس ما عنده معين شوي يعيني بال الله يسعدك. زين من يا عمر نزلت للسوق ودا يشتغل؟ صف خامس يمكن نزل يشتغل هنا. خامس ابتدائي؟ اي والله هم خطير يجي يشتغل هم خامس ابتدائي صغير. والله يعيني خطير. الله يساعدكم. زين انا هو ينام اقول شو على باب والله خطير. أحب الشغل خطير. طيب أرد أسألك بخصوص مستقبل أطفالكم، مستقبل الطفل، تعتقد نفسك أنه أنت مأمن مستقبل جيد لابنك أو أطفالك الباقي؟ لا أنا أقول له خلص مدرسة بس يقول لي يا ما نخلع عينك. قلت له خلص مدرسة بس خطير هو يجي هنا أنا أعلمه على باب الله يعيني شوية بس لو أنا متمكن وهي ما طلع منها لهنا والله ما طلع اخاف عليه يعني البعض مرض او البعض مرض تقبل له من قدامه يمكن بال 35 خليت له قال لنا خشكالس يوم وخليت له يعينكم ويرزقكم يا الله يوفقك. شكرا لك. اذا مشاهدينا شفنا راي احد المواطنين اللي هو يعني هنا كاسب يبيع المي وبنفس الوقت عنده يعني مثل ما نقول بسطية بسيطة هو وابنه يشتغلون بها، فتحدث عنه الظروف اللي جبرت الأب أو أب الأسرة أنه ينزل طفله وهو بعمر صغير للسوق للعمل يعني أنه يشتغلون وهاي بسبب الظروف المعيشية. اليوم أغلب الأطفال أو أغلب العوائل هم دخلوا أولادهم لسوق العمل بعمر صغير بسبب يعني مثل ما نقول بسبب الظروف اليوم تجبر الإنسان. ومثل ما تكلم هو وتحدث عن موضوع أنه يعني العيشة تتطلب، فالله يساعد الناس. لكن بنفس الوقت أكو نقطة حلوة صادفتني أنه برغم التعب اللي يواجهه وبرغم المشقة ومشقة العمل أنه الولد ما زال مستمر بدراسته. طيب خلينا نشوف هنا أحد المواطنين. صباح الخير. صباح النور. شلون الصحة؟ أنا وسهلا. اليوم موضوعنا عن عمالة الأطفال. نعم. اليوم أكثر الأطفال هم بعمر صغير دخلوا إلى سوق العمل ودا يعملون ودا يشتغلون مختلف الأعمال. اليوم رأيك بهذه الظاهرة؟ خصوصا إحنا نشوف أعداد كبيرة من الأطفال اليوم دا يشتغلون. والله هي هذه الظاهرة حقيقة يعني هي نتاج. هم هو الطفل اللي يشتغل. تعرفين تراكمات حروب وصراعات. وبطالة وأرامل وثكالة فطبعا أكيد يعني هو الطفل لو يربى بنص عائلة أم وأب أكيد ما راح يشتغل بس من يطلع للدنيا هو يتيم أو يعني أم أرملة أو فرص عمل أو أبو مريض أكيد إيه بالإضافة إلى أنه أكو غياب دور الحكومة يعني شنو يعني مثلا
لازم اكو مراكز رعايه الاطفال، العوائل المتعففه، طبعا هذه اهم نتاجات. مو صحيح؟ طيب بما انه حضرتك اب اكيد عندك اولاد. اكيد. تتوقع حضرتك انت كاب او رب اسره موفر لاطفالك مستقبل جيد؟ والله نسبيا، ما اقول لك يعني، بس على العموم انه انا اقدر اوصلهم دراسيا وما اخليه ينزل سوق العمل. ما تخليه ينزل. بالضبط. إيه؟ الاسباب؟ الاسباب اولا الطفل يحتاج رعايه، يحتاج بناء صحيح، يحتاج دراسه حتى يكون فد يعني عنصر نافع للمجتمع في المستقبل. بينما انت اذا تنزل الشارع حاليا طبعا ايش راح يتعلم من الشارع؟ مو اولا راح ينحرم من التعليم، فاكيد يعني راح يطلع انسان ضار للمجتمع. بس نرجع نقول انه العماله لها نتاج ولها تراكمات، يعني ماكو طفل اليوم متوفر له كل شيء وينزل يشتغل، مو صحيح؟ من الحرمان. زين، المؤسسات المعنيه حمايه العائله، الاسره، الطفل، الارامل، التكالة، ماكو. يعني حتى وزاره العمل مشكوره يعني عالجت جزء انه المطلقات، الارامل، اكو منظمات انسانيه، لكن ما تفي في الغرض. تعرفين احنا بلد دخل بصراعات وحروب وتراكمات، راح من عندنا يعني اكثر من مليون شهيد بين حروب وبين انفجارات وبين صراع طائفي، فهذه تراكمات. شكرا لك. تسلم لي. اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين وياكم وللحديث عن هذا الموضوع، احد المواطنين ايضا تكلم عن موضوع العماله، عماله الاطفال وتاثيرها على الاطفال، وايضا تحدث عن دور الحكومه بهذا الموضوع، انه من فتره طويله والحكومات السابقه للأسف ما لقيت حل لمعالجة هذه الظاهرة. اليوم أطفال صغار بالعمر اليوم نشوفهم بالشارع، بين اللي يبيع ماي، بين اللي يبيع كلينكس، بين اللي يبيعون أو يشتغلون مختلف الأعمال في سبيل العيشة. اليوم هذا الموضوع أيضا بسلبيات لهم، مثل ما تحدث أحد المواطنين وتكلم وقال أنه الطفل بهذا العمر المفترض تتوفر إلى بيئة مناسبة، وبنفس الوقت ممكن أنه يكمل دراسته حتى يكون طفل أو يكبر ويكون نافع للمجتمع. صباح الخير. شلون الصحة؟ اليوم موضوعنا عن عمالة الأطفال. تمام، براحتك. خلينا نشوف أحد المواطنين هنا. صباح الخير. صباح. شلون صحتك؟ الحمد لله. نتكلم اليوم عن عمالة الأطفال والأطفال أو هواي اليوم دخلوا إلى سوق العمل وهم بعمر صغير. والله ما بي شيء، يعني واحد يشتغل يعتمد على نفسه، ما بي شيء من صغير. زين. أنت ايش قد عمرك ودخلت إلى سوق العمل؟ 17. زين، دراستك؟ ما أدرس. تدرس وتشتغل. إن شاء الله. اليوم شنو هي الظروف اللي جبرتك إنه أنت تشتغل وتدخل إلى سوق العمل بعمر صغير؟ يعتمد على نفسه، يعني ما بي شيء، لما كان فلس كون نفسه، اعتماد على نفسه، ما بي شيء. أكو أطفال صغار بالعمر، شوف هنا أنا أكيد أنت مثل ما نقول بمنطقة شعبية أو بسوق، تشوف اليوم هواي من الأطفال بعمر صغير بيشتغلون. شلون نشوف الموضوع هذا؟ والله هو يعني بعمر صغير ميسر، بس واحد يعني الظروف وهاي ينجبر يشتغل. اي ينجبر يشتغل. اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا لهذا اليوم للحديث عن موضوع عماله الاطفال، وما زلنا متجولين بشوارع بغداد للحديث عن موضوع عماله الاطفال. طبعا اكثر الاطفال اليوم دا نشوفهم دا يواجهون متاعب كثيرة وهم بعمر صغير. اليوم أغلب الأطفال اليوم اتخذوا مهن عديدة للعمل بمختلف الأعمال من أجل المعيشة ومن أجل كسب لقمة العيش. خلينا نشوف أحد المواطنين هنا. صباح الخير. صباح الخير. موضوعنا اليوم عن عمالة الأطفال والأطفال اللي دا يشتغلون هم بعمر صغير. اليوم بنشوف هاي الظاهرة منتشرة من سنوات طبعا بالبلاد، كثير من الأطفال اليوم يبيعون كلينيس، يبيعون ماي وهم صغار بالعمر. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا سؤالك حلو، سؤال خاص يخص المجتمع واللي عايشين بيه احنا. يعني هاي من المؤسف على الآباء أنه طفل بعمر الزهور يطلع صحيح لقمة العيش مرة، وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر صعب جدا صعب، ف
احنا نحثل انه الاباء ما يطلع انه ابنه بعمر الزهور 6 سنوات 7 سنوات، هذا الشيء يعني مجتمع اكو ناس مو اوادم، ناس تستغل الغير شغلات، الله لا سامح الله سبحانه وتعالى تستغل للمخدرات، تستغل هذا اولا مشايف ال 5000 مشايفه، هذا من تطيع 10000 دينار شتيد من عنده يسوي، شتيد من عنده يعمل، شتيد. فالذنب ذنب الاباء، يعني الاب لازم يحتوي اولاده، لازم يكون مراقبه من الام، الاب يطلع للعمل، الام وظيفه الام تبقى بالمنزل. البعض يشوف انه اكو ظروف معيشيه وظروف اقتصاديه جبرت الاباء يطلعون اطفالهم لسوق العمل ويعملون، رايك بهذا الموضوع؟ امنت بالله، انت يا متزوج اذا امكانيتك انه تخلف لك بس واحد اثنين اخلف حتى سيطر على عيشتهم، على معيشتهم، على ملبسهم، على ماكلهم، على دراستهم، على مراقبتهم، اكون لصيق لهم. انت متزوج وتخلف لك 7 وهي الامور تعبانه، امورها كلش تعبانه. هذول من الصعب انه تسيطر عليهم، من الصعب انه تربيهم. حضرتك كاب تتوقع او تشوف نفسك انه انت موفر مستقبل جيد لاطفالك؟ والله الحمد لله، يعني انا عندي اولاد 2 الحمد لله زوجتهم وياي بالبيت، مراقبه 24 ساعه رغم انه شباب علاوي 23 سنه وحسوني 20 سنه بنات زوجت. اي عمر هم يشتغلون؟ الان ما من يعني هسه قاموا يشتغلون. اي هم يعني لانه زوجتهم فاحسن من زوجته تحمله مسؤوليه تخليه يشعر بالمسؤوليه، وتربيتهم الحمد لله صحيحه، اولاد رحمه يحفظهم والحمد لله. وتسلم لي في دول قلبي. اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين بجولتنا لهذا اليوم، وايضا احد المواطنين تحدث عن خطوره يعني عمل الاطفال وهم عمر صغير بالشارع او بالسوق، لان الى اثار سلبيه كبيره على حياه الطفل، وممكن اكو مواضيع راح ترافقه مستقبلا، وكثير من الامور والجوانب السلبيه. فخلي نشوف ايضا المواطنين ونسالهم عن هذا الموضوع المهم. اذا مشاهدينا اثناء جولتنا لهذه اليوم التقينا او صادفنا هذا الطفل اللي دا يشتغل هو بعمر صغير. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ درغام. درغام ايش قد عمرك؟ 13. زين مدرسة عندك لو تارك الدراسة؟ لا ادرس. زين درغام ما شفتك تشتغل ويا والدك؟ اي هاي الفترة قمت اطلع ويا ابوي اساعده. شنو السبب اللي خلاك تطلع اليوم انت بعمر صغير؟ شنو السبب؟ اساعده، هم مرات يريدون اشواق الوسطية انا اروح اجيبهم. الأوضاع المعيشية هماتين اليوم جبرتكم أنه أنت تطلع وساعد والدك بالشغل؟ الحمد لله نعم. الحمد لله. زين أنت شلون تشوف الموضوع الشغل وأنت بعمر صغير هسه وهاي درجة الحرارة المرتفعة، شلون تشوف الموضوع؟ في تعب بالنسبة لكم؟ أنتم كأطفال صغار؟ في تعب. زين تتمنى هسه أنت ترجع للبيت تمارس حياتك مثل باقي الأطفال أنه ما تشتغل؟ إيه. يعني انت نقدر نقول انه انت مجبور ده تطلع؟ لا انا اقول لك اطلع وياك. انت تريد تطلع؟ يعني خطي يجي حتى تعبان. ساعد ابوك. زين تمام، شكرا لك. عفوا. خلينا نشوف ايضا احد المواطنين. صباح الخير. صباح النور. شلون الصحه؟ خلينا نحكي نسولف شويه. نسولف. اهلا بيك. انت يا صف او تدرس؟ لا لا. اي ادرس صف ثاني. ايش قد عمرك ونزلت للشغل تشتغل؟ هسه. متى؟ ب 12 12 سنة عمرك او داعي؟ ايه. زين شنو اللي خلاك انه انت تنزل اليوم الى سوق العمل وتعمل وانت بعمر صغير؟ ساعد ابوي. ها؟ ساعد ابوي. ساعد ابوك، وايضا الظروف المعيشية اليوم جبرتك. صح نعم. زين شلون تشوف الموضوع انه طفل بعمر صغير وهو يعمل، وهو يعمل مختلف الاعمال، اليوم شلون تشوف اكو بالموضوع هذا سلبيات على الطفل؟ لا ما بيسلبيات، صح يساعد ابوه هاي. زين البعض مو قصة انه يساعد ابوه، البعض ينزل للسوق حتى يشتغل حتى يعين عائلته. صح عمود يعين عائلته. صباح الخير. اي صباح الخير. شلون الصحة؟ 100 هلا. اليوم موضوعنا حول عمالة الأطفال والأطفال اللي بعمر صغير يدخلون إلى سوق العمل ويعملون. اليوم أنت رأيك بهذه الظاهرة بما أنه هي منتشرة وبصورة كبيرة بالبلاد؟ ظاهرة خاطئة، اعتياد الأطفال بهيك أعمار وأعمار صغيرة يعني ما
وينزلون للسوق ويشتغلون باماكن ويختلطون ويا الكبار خاطر، الاطفال مكانهم المدارس صح؟ هاي تعتمد على العوائل، العوائل لازم ينتبهون لهي الحاله. صح الظروف صعبه ولا هاي بس خاطئه، هاي تؤدي الى كوارث بالمستقبل. طيب شلون نشوف دور الحكومه بما يخص هذا الموضوع؟ الحكومه ما لها اي دور. الحكومه ملتهيه بغير شغله. صح لو لا؟ عندك اولاد؟ لا حاليا لا ما عندي. طيب هو اريد اسالك انه اليوم الصوت من الاهل، الصوت من الاب، انه ده يخلي هي الظروف اوكي، انه احنا انت هسه تحدثت وقلت الظروف، بس حتى لو كانت الظروف صعبه المفترض الاب ما ينزل ابنه لسوق العمل حسب كلامك هسه. اي صحيح، الظروف الصعبه مرات بتجبر الاهل يعني بعد ما يدير بال الولده وهاي يعيد فلوس العيش صعبه. هي هنا المشكله، هنا العله. شوف هنا لازم دورها تراعي هالجانب هذا، توفر شغل وتوفر يعني شغل للعوائل حتى لا يخلي ابني يروح ينزل هذا المستوى. طيب تشوف هنا لا يمرون عليك اطفال بعمر صغير جدا يشتغلون؟ صغير كلش يعني ما بي 6 سنوات 7. احنا بحثنا هوايه لكن اغلبهم ما يقبلون يسولفون او ما يقبلون يطلعون على الكاميرا ويحجون. المشكله مو هنا، المشكله يعني هو ينزل السوق اكو ناس يلكفوه، يعني تعرفين يعني المقصود، يعني غير جماعات يستغلوه ويشغلوا وياهم واحتمال يشغلوا بغير شغله. هنا المشكله. فتك حاله معينه شفتها قدامك او سمعت بيها؟ بس اللي نسمع بيه يعني صار اللي نسمع للشغل، اطفال صغار بالعمر هم دا يشتغلون ويعني شلون يعرفون دا يتعاملون ويا الشارع، الموضوع جدا صعب وهم بعمر صغير. اي بالضبط بالضبط، بس يعني الشغلات البسيطه مثلا يبيع مي او يبيع غير شغلات يعني علج وغيره وغيره، هاي هي هنا المشكله. المشكله الخوف انه لا يودوهم بغير طريق، اكو ناس يستغلوها واحتمال الخطب، اعضاء بشريه لا سمح الله وغيره وغيره وغيره، مواضيع خطيره يعني. شكرا لك. اذا مشاهدينا مثل ما شفنا اراء المواطنين حول موضوع عماله الاطفال او تشغيل الاطفال ودخولهم الى سوق العمل وهم بعمر صغير، اكثر الناس كانت ردودها عن هذا الموضوع هي سلبية، لأن يعني الأطفال مثل ما تحدثوا وقالوا أن الأطفال بهذه الأعمار يجب أن تكون لهم رعاية خاصة ومفترض يكملون دراستهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مثل الأطفال الطبيعيين اللي يمارسون حياتهم، لكن أغلب الناس تقول أن الظروف جبرتهم. طبعا واجب الحكومة هنا توفير العمل بالنسبة للأهالي، وأيضا يعني تكون هنالك قوانين أنه تحمي الطفولة، لأن مثل ما نشوف إحنا الطفولة بخطر، خصوصا أنه أحد المواطنين يتكلم أنه يتم استغلال أغلب الأطفال وهم بعمر صغير بأمور خطرة جدا. فنتمنى أنه يعني الحكومة واجبها أنه تقوم بواجبها فيما يخص رعاية الطفولة. إذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، وهي عودة إلى زملائي بالاستوديو، إلى اللقاء. شكرا للزميلة حنين العبدالله لتغطية هذا الموضوع في الشارع العراقي. الأكيد أنه جيل المستقبل هو الأهم في بناء الأسس الصحيحة للمجتمع وللمستقبل أفضل. اليوم قوانين حماية الطفل موجودة، لكن على الدولة أن تكون جدية أكثر وصارمة أكثر بتطبيق هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع بشكل أكبر وأكثر حقيقي. يعني اليوم الإنسان ما رح يكون ويكبر يكون إنسان منتج وسوي نفسيا إذا ما عاش كل مرحلة بحياته مثل ما لازم تكون، فأما بالكم من أساس بداية حياته اللي هي الطفولة ما عاشها كطفل عادي، وإنما يعني صار رجل بوقت مبكر وطلب من عنده أنه يشيل مسؤولية. أنا يمكن مو كلش أعتب على الأهالي اللي حالتهم المادية فقيرة جدا ويكون الطفل هذا هو المعيل الوحيد للعائلة، لكن في نفس الوقت اليوم لازم نشجعه على استكمال دراسته قدر المستطاع حتى على الأقل ما يضحي بكل طفولته وكل مستقبله في سبيل لقمة العيش. وأيضا هذا جزء كبير من هذا الموضوع يقع على عاتق الدولة. نتمنى يكون أكو إجراءات
حقيقية وفعلية في الأيام القادمة أكثر حول موضوع عمالة الأطفال والكثير من المشاكل التي يتعرض لها الطفل العراقي. مستمرين وياكم بالتغطية من داخل أو من شوارع بغداد، لكن هذه المرة مع المقدم سجى. وأذكر أنه بالأيام الماضية يعني صار أكو قطوعات في شوارع رئيسية، بالإضافة إلى قرارات تخص اللوحات، لوحات السيارات، قرارات أصدرت من دائرة المرور. كل هذه التفاصيل وأيضا الأكيد حركة مرور السيارات في شوارع بغداد رح تكون مع المقدم سجى. صباح الخير سيادة المقدم. صباح الخير والعافية عليك، وصباح الخير والعافية على كل متابعي برنامج أول النهار وقناة الرابعة، أهلا وسهلا. نعم سيادة المقدم، اليوم مو بس يعني اليوم طمعانين من حضرتك انه مو بس نعرف حركة السير داخل بغداد وشوارع بغداد، لكن سمعنا انه اكو قطوعات لبعض الطرق او الشوارع الرئيسية والحيوية داخل بغداد، بالإضافة الى قرارات جديدة تخص لوحات السيارات، يا ريت تطلعينا على المستجدات. نعم، بداية القطوعات اللي صارت بالفترة يعني السابقة خلال الخمسة أيام الماضية، صار عندنا قطع في جسر الصرافية باتجاه وزارة الصحة، كان هناك يعني مد أنبوب للمجاري، فصار أكو قطع بالشارع، أكيد هذا سبب زخم بحركة السير والمركبات، ولكن يعني حاليا الشارع سالك وما لا يوجد أي قطع. أيضا عندنا الأعمال الجديدة اللي بدأت هي بمنطقة مجسر باب المعظم، أيضا في باب المعظم مجسر جديد راح يكون إن شاء الله. حاليا فقط الآليات بدأت تنزل، بدأت أعمال حفر، لا يوجد أي قطع بالشارع ولا يوجد أي تحويل بخط السير، وإنما إحنا نقول عرقلة أكو بسيطة بحركة السير، لأن تعرفين الآليات اللي موجودة، الحفر اللي موجود بالمنطقة، بس لغاية يعني لغاية اليوم ماكو أي قطع، ويعني حاليا يعني مجرد الأعمال اللي موجودة بدايتها، بعد الأيام المقبلة إن شاء الله يمكن راح يكون أكو قطع أو تحويل بخط السير. أيضا الأعمال عندنا بمنطقة الحارثية بتوسعة الشارع، بلشوا بالجزرة الوسطية حاليا، وبعدها راح ينتقلون إلى الأرصفة الجانبية على جانب يعني اليمين واليسار، ولكن اللي دا يصير إنه الأعمال دا تبدأ بعد الساعة 8 أو 9 مساء. إحنا دائما منطقة الحارثية عندنا الازدحام يكون يعني على أكثر شيء الازدحام على الأطباء على الصيادلة، ويعني تقريبا إحنا دائما الأطباء ينتهي دوامهم بعد الساعة 8 مساء أو 9 مساء، فتخف الحركة بمنطقة الحارثية، وهذا كان الاتفاق مع الشركة المنفذة أنه تبدي أعمالهم تكون بالليل، وهذا فعلا اللي دا يصير أنه هم بالساعة بالتسعة الساعة 9 مساء يتوجهون إلى منطقة الحارثية، بدأت أعمال الحفر لتوسعة الشارع ويستمرون بالعمل لغاية الساعة 7 صباحا، وبعدها أيضا ينسحبون. هذا الشيء يعني الحمد لله ما سبب لنا زخم ولا سبب ولا أثر على حركة السير بمنطقة الحارثية، وخاصة أنه حاليا بعد أنه تم إغلاق نفق الزيتون باتجاه ساحة النسور، صار أكو ضغط داخل منطقة الحارثية، لأنه يعني هي صارت الخط البديل لنفق الزيتون، أنه كل المركبات تدخل على الحارثية وبعدها تنفذ، وأيضا اللي يريد يجي أيضا يدخل على الحارثية. فيعني إحنا يعني الشيء اللي لاحظناه أنه أيضا بعد افتتاح المجسر مجسر النسور ماكو أي زخم ولا أكو أي عرقلة، خاصة بالفترة الصباحية. العرقلة والزخم اللي دي يصير فقط في الفترة المسائية، يعني صيف وعطلة وارتفاع درجات الحرارة، أكثر الناس اللي تريد تطلع، اللي عندها أعمال، اللي تريد تتسوق، دا تطلع بعد الساعة 5 عصرا، فدائما احنا عندنا الكثافة والزخم دا تكون بالفترات المسائية، الفترة الصباحية مناطق الزخم صارت معروفة. يمكن اليوم إذا احنا بجانب الكرخ
صار عندنا الزخم في مفرق الدورة وشارع المصافي اللي هو دائما مزدحم، شارع يشهد أعمال، شارع هو أصلا يعني ما يتحمل طاقة استيعابية للمركبات اللي موجودة، أكو مخالفات وقوف ممنوع بالرغم أنه الشارع ضيق، وبرغم أنه وجود مفارز لمديرية المرور تغرم المركبات اللي تتوقف على جانبي الطريق، مع هذا نشوف أنه ما زال سائق المركبة يتوقف وحتى يركن سيارته ويعوفها ويتركها يمكن حتى مرات أوقات طويلة، وهذا أكيد يأثر على شارع المصافي، وأيضا يعني باتجاه مفرق الدورة أيضا أكو زخم بسبب الأعمال، بس باتجاه سريع البياع الموقف جدا جيد، باتجاه ساحة قحطان أيضا بسبب يعني إغلاق المجسر اللي كان موجود بساحة قحطان بسبب الأعمال اللي موجودة، ضيق الشارع، السير دي يكون عنق زجاجة، السكة الحديدية أيضا تسبب عرقلة أحيانا بأنه السيارات شوية تخفف، فدي يصير أكو ضغط بساحة قحطان. بعدها مجسر النسور الموقف جدا جيد باتجاه ساحة الفارس العربي، الموقف جدا جيد باتجاه شارع الزوراء دمشق باتجاه العلاوي، الموقف جدا جدا جيد أيضا باتجاه ساحة عدن وباتجاه صنعاء. يعني احنا نقدر نقول انه حاليا اللمسات الاخيره لافتتاح المجسر ان شاء الله باذن الله، الشركه وعدتنا انه يكون الافتتاح نهايه شهر الثامن او بدايه شهر التاسع، يعني ان شاء الله ما بقى شيء، نتامل انه يكون افتتاحه قبل بدايه الموسم الدراسي الجديد وبدء الطلبه بالدوام، لانه راح يسبب زخم كلش عالي اذا بقى المجسر ما كملت اعماله، بس ان شاء الله نتامل خير انه راح يفتتح بالأيام القادمة إن شاء الله. منطقة الكاظمية المقدسة تشهد كثافة عند المداخل أكيد بسبب الزيارة، اليوم يوم أربعاء وأكو زيارة بمنطقة الكاظمية المقدسة، وأيضا هذه الأيام المباركة أيضا تشهد زوار وكثافة لزيارة منطقة الكاظمية والمرقدين المقدسين، فدائما أكو كثافة، أكو تجديد بالإجراءات الأمنية بالدخول لمنطقة الكاظمية. عندنا سريع العدل الموقف جدا جيد باتجاه ساحة اللقاء، الموقف جدا جيد، شارع الربيع باتجاه حي الجامعة أكو بعض الكثافة، أكو أيضا الوقوف الممنوع، دائما احنا نأكد شارع الربيع وحي الجامعة دائما، أيضا العامرية منطقة العامرية دائما عندنا الوقوف الممنوع، السيارات مو بس تتوقف سايد واحد، سايد واحد وثاني وحتى ثالث، يعني شارع عريض ومع هذا دا يسبب عرقلة بحركة السير، دا يسبب كثافة وزخم، هذه أيضا نتمنى من سائقي المركبات أكيد أنه يكون التزامهم طوعي وأنه ما يوقف مركبته بحيث أنه يعرقل حركة السير والمرور. أيضا باتجاه تقاطع العامرية الموقف جدا جيد إلى سريع الغزالية الموقف جدا جيد، عموما في يعني جانب الكرخ الموقف جيد، بالانتقال إلى جانب الرصافة عندنا كرادة داخل وخارج، الكرادة داخل أكو بعض الكثافة، أكو زخم، أيضا باتجاه أبو نؤاس الأعمال اللي موجودة أبو نؤاس صحيح هي ماخذة يعني جانب الطريق ويمكن حتى الأعمال هي على النهر، ولكن تعرفين الآليات اللي تتنقل العمال اللي موجودين، فهذه أيضا أحيانا تسبب لنا فد عرقلة بشارع أبو نؤاس باتجاه بارك السعدون ساحة الأندلس، أكيد دائما ساحة الأندلس هي مزدحمة باتجاه الجوازات باتجاه الشيخ زايد، يعني شوي شتت السير عندنا، يكون الموقف جيد باتجاه ساحة الواثق، الموقف جيد باتجاه كرادة خارج، الموقف جدا جيد باتجاه مجسر ملعب الشعب، يعني أكو كثافة ولكن يعني الكثافة المتوسطة وسطة. أيضا يشتت السير إلى شارع الربيع الموقف جدا جيد، شارع فلسطين، زيونة، يعني الموقف يعني حاليا جدا جيد، يمكن بعد الكثافة مو هسه راح تبدي الكثافة عندنا نهاية الدوام الرسمي اللي يدا تبدي تقريبا بعد الساعة 1 ظهرا، فحاليا يعني يعتبر الموقف جيد في الكرخ والرصافة. أيضا عندنا الازدحام اللي حاليا موجود هو بسريع الدورة باتجاه الجسر العنكبوتي، هذه يعني راح يبقى الازدحام وراح تبقى دائما ويوميا الكثافة مستمرة لغاية انه ما تنتهي الاعمال اللي موجودة بمعسكر الرشيد وينتهي اعمال تحويل المجسرات اللي موجودة، يلا بعدها نقدر شوية هذه المنطقة تخف من عندها الازدحام وينسحب من عندها باتجاه محمد القاسم. محمد القاسم يعني احنا ما نقدر نقول ازدحام وانما اكو بطء بحركة السير، فبس هو
سير ماشي احنا نعتبره كثافة متوسطة. باتجاه قرطبة اكو زخم، باتجاه النهضة ايضا اكو زخم، ولكن يعني موقف جيد يعتبر. ايضا خط السير الاخر وثبة شورجة خلاني، الزخم الاعتيادي دائما الزخم اللي موجود ده يكون بسبب الزخم البشري مو فقط يعني بسبب انه زخم المركبات، واكيد اذا اكو زخم بشري بالشارع راح ياثر ايضا على حركة السير والمرور. هذا كان موقفنا لليوم. بين أما بخصوص سؤالش عن الخدمة الجديدة اللي راح تطلقها مديرية المرور العامة وهي لوحتك لبيتك، هذه الخدمة إن شاء الله راح تكون متاحة للجميع من تاريخ 1/8 إن شاء الله، يعني منذ يوم غد إن شاء الله أو يوم السبت راح تكون هذه الخدمة متاحة. راح ينزل الرابط، هذا الرابط راح تقرأ به الشروط والتعليمات الخاصة بأنه أنت تسجل على خدمة لوحتك لبيتك. هذا الرابط راح ينقلك إلى بوابة أور والصفحة الرئيسية في بوابة أور اللي تخص التسجيل معلوماتك اللي تخص مركبتك. يعني أي شخص اليوم عنده سنوية وعنده اللوحة اللي احنا اللي معرف بها احنا نسميها اللوحة الألمانية، إذا أنت عندك لوحة ألمانية وعندك سنوية شرط أنه تكون السنوية غير نافذة، تقدر تقدم عبر هذه الخدمة، تدخل معلوماتك، اسمك الثلاثي، اسم والدتك، أيضا رقم سيارتك ورقم الشاصي ومعلومات المركبة، نوع المركبة ورقمها وحرف المركبة الصحيح، وبعدها ترفق سنوية المركبة وأيضا ترفق صورة من نسخة البطاقة الموحدة. راح يوصل طلب إلى مديرية المرور ومواقع التسجيل في مديرية المرور، راح يستلم الضابط في موقع التسجيل الطلب، بعدها راح يدقق سرقات وغرامات وتؤرشف المعاملة. إذا كان أكو غرامات فراح تنضاف رسوم إضافية، هي رسوم الغرامات راح تضاف على رسوم الخدمة. أما إذا ماكو غرامات فماكو أي مشكلة. أيضا إذا أكو فد إشارة بحاسبة السرقات أو يعني إشارة ضبط أو إشارة حجز على المركبة، أيضا راح توصل لك رسالة بأنه العملية ما راح تتم لأن أكو إشارة حجز على المركبة. راح توصل بعد هذه العملية راح توصل رسالة نصية إلى رقم الهاتف اللي أنت سجلت به، راح تجي الرسالة بها رابط، هذا الرابط راح ينقلك إلى بوابة أخرى هي دفع الرسوم إلكترونيا. لازم أنت يكون عندك ماستر حتى تقدر تدفع الرسوم. الرسوم هي أجور الخدمة، أجور خدمة طبع اللوحات وتثبيتها في دارك، وإضافة إذا كان عندك غرامات أيضا راح تدفعها عبر الرابط. بعد أن يتم دفع الرسوم راح يوصل إشعار آخر إلى مديرية المرور أنه تم دفع الرسوم كاملة، وراح إلكترونيا توصل معاملتك إلى طباعة اللوحة، راح تنطبع اللوحة، راح تثبت عليها كل معلوماتك اللي أنت مسجلها بالاستمارة من العنوان، من أقرب نقطة دالة، من رقم الهاتف. راح يتصلون عليك مفرزة من مديرية المرور، مفرزة مرورية بصحبة 2 من المثبتين اللوحات حتى يتفقون وياك على وقت يجون إلى دارك ويثبتوا لك اللوحة وأنت في دارك. نعم، شكرا سيادة المقدم سجى على اطلاعنا على كل هذه التفاصيل، واكيد نشكر جهودك وجهود كافة العاملين في مديرية المرور. شكرا لحضرتك. مشاهدينا مكملين وياكم حلقتنا لهذا اليوم، وننتقل من الشارع العراقي وتفاصيل حركة السير والمرور الى عالم الفن مع قصة لفنانة تشكيلية اسمها تمارا. تمارا هي فنانة تشكيلية طموحة، تعطي دروس في الفن، وبالإضافة إلى ذلك تطمح أنه هي تكون يعني توصل ل يعني مقام أساتذتها في عالم الفن، بالإضافة إلى أنه هي أنتجت أعمال تخص القضايا المجتمعية وقضايا المرأة، وسلطت الضوء على الكثير من المشكلات من خلال الفن، وحتى من الأشياء الإيجابية والجمال من خلال الفن التشكيلي. خلونا نتعرف أكثر على قصة الفنانة التشكيلية تمارا شبخون مع زميلتنا زينب ستار، وراجع لكم. ساعة
صباح الخير مشاهدينا، اليوم احنا راح نتحدث عن موضوع جدا مهم وهو الفنون التشكيلية، وايضا راح نتعرف على فنانة استطاعت ان تضع اسمها بين الفنانين التشكيليين ورسمت قضايا اجتماعية وثقافية. تعالوا ويانا نتعرف على الفنانة تمارا الشرقون. مرحبا ست تمارا. مرحبا. مبدئيا بدك تحكي لي على قصتك مع الفن واي نوع من الفنون انت تمارسيه. بدت يعني اكيد هاي البذور الاولى منذ الصغر، كنت بالابتدائيه وكنت احب اشارك بمعارض، شاركت بالاول ابتدائي لحد انا اتذكر بمعرض وفزت بجائزه نطاني كأس، فكان يعني تشجيع لي وهذا الشيء حفزني بأنه أبقى أرسم وأستمر بهذا المجال لحد ما دخلت كلية الفنون الجميلة وبعدين كملت ماجستير وهسه حاليا طالبة دكتوراه وأستاذة بمعهد فنون جميلة. زين هاي اللوحة اللي رسمتيها من كنتي صف أول ابتدائي بعدك محتفظة بيها؟ لا والله ما أخذوها يعني. شنو كانت محتويات الرسمة؟ تعرفين احنا من كنا اطفال كانت الحرب العراقيه الايرانيه، فاكيد يعني احنا هاي الاشياء كلها الفنان من يرسم يستعير مفردات من الواقع من المحيط، فكنا دائما نتفرج على الصور بالمعركه بالتلفزيون فنقلتها، يعني مثلا صوره الدبابه، صوره الجبهه، صوره الهليكوبتر، العلم العراقي، فجسدتها كلها برسومات اي يعني بسيطه والحمد لله والشكر، يعني هو هذا كانت طلاقتي. زين لوحاتك شنو اكثر شيء تجسد؟ تجسد المراه اي، اولا كوني انا امراه، وثانيا انه المراه يعني احس انه العبء دائما يكون عليها اكثر من الرجل، تتحمل المراه يعني خاصه يعني الله سبحانه وتعالى همين لما خلقها تتحمل، مثلا ما تقدر انه تحبل وتجيب وتربي اولاد وتربي جيل كامل يعني، وبنفس الوقت مثلا اذا تكون موظفه انه تداوم وتؤدي واجباتها كلها الزوجيه والعائليه وبالدوام هم نفس الشيء، كاستاذه مثلا. زين هسه انت كأم اليوم احكي لي عن شلون قدرتي تكونين ام وبنفس الوقت تدريسيه وفنانه. أنا أم ثلاث أولاد، أولادي الكبار بنية وولد أطباء أسنان، والثالث هسه كمل سادس إن شاء الله هم يدخل مجال الهندسة. ما دخلتهم مجال الفن؟ لا ما دخلتهم، بس هم يعني هي هاي يعني الجينات موجودة، فتشوفين مثلا الأطباء الأسنان عندهم مادة العملي تحت السن، فتشوفين متميزين بهذا المجال. أي أكيد. اي هو ابني الصغير هم يرسم يعني لوحات يحب. زين احكي لي على شنو الخطوات اللي تسويها من تبدين ترسمين اللوحه. اولا انه اكون يعني الموضوع هو اللي يتطلب اللوحه اللي راح ارسمها، مثلا انه كموضوع اجتماعي، موضوع سياسي، موضوع يعني مثلا أنا يعني الذاتي إنه مثلا أحب أرسم، مرات الإنسان يعني هو يكون بحاجة هذا المجال، مو إلا مثلا إنه يتطلب في الموضوع. وتكون أول شيء تخطيطات طبعا أفكار، يعني هي تكون تتجسد بالمخيلة، وبعدين مثلا يا أما تخطيط سكيتش أرسم على ورقة بالقلم والورقة وبعدين أجسدها على لوحة فريمة. زين كل فنان له لونه الخاص، انت اي لون تستخدمينه اكثر شيء باللوحات؟ تدرجات الازرق احب، اي احب الالوان الحاره ايضا، اهم حسب يعني الموضوع، مثلا رسمت مواضيع مثلا العنف ضد المراه، فاكيد انه يتطلب هاي الموضوع انه الاسود والاحمر وال انت اكثر لوحاتك هي عنف ضد المراه والمراه. وهسه رسمت هم آخر لوحة لي عن الإمام الحسين عليه السلام،
هم جسدتها يعني لوحة كان سوداء ونساء أكيد أي والأحمر مثل الدولة. يعني تكون اللوحة مثل ما ذكرتي إنه اللوحة اللي تعبر عن فرح أو تعبر عن أمل ألوانها تختلف عن اللوحة اللي تكون يعني تعبر عن حزن أو هيك. أكيد دائما البياضات تعطي ألوان الصفاء الراحة النفسية. أي التدرجات الأزرق الفاتح هم أيضا يعني تعطي طمأنينة. أنت اليوم كتدريسية في كلية الفنون شنو رأيك بالشباب؟ هل يعني تشوفين إنه هواية شباب عندهم طموح الدخول بمجال الفن مجرد يعني كدراسة؟ أكو يعني جايين عندهم هاي الفطرة وأكو كموهبة وأكو يعني هم يجون يريدون ينمون هذا الشيء يعني حتى لو مثلا ما عندهم أي خلفية يعني فنية أو حافز هم من يجون يدخلون هذا المجال يعني يشوفون زملائهم يشجعون يقومون يعني يرسمون يبدعون إيه حتى لو ما كان إلا نحكي عن الدعم لك بمجال العمل وبمجال البيت منو دعمك بهذا العمل؟ بالمجال المنزلي أكيد يعني زوجي وأولادي يعني كلش دعموني ويعني قبل كانوا أهلي وبالمجال الدراسي دكتور محمد الكناني هو مشرفي يعني وأستاذي ووجهني يعني وكان صاحب فضل علي أستاذ دكتور العفو دكتور سلام جبار أيضا دكتور بلاسم الله يرحمه أستاذ سعد الربيعي ساعدوك كلهم ساعدوني وقفوا بجانبي ودعموني. احكي لي على مشاركاتك بالمهرجانات شنو اللوحات اللي تطرحيها بالمشاركات اللي تكون بالمهرجان؟ مهرجان على مستوى العراق شاركت بمهرجان الواسطي بهاي السنة كانت لوحة مترين ونص في مترين ونص رسمت بيها يعني تجريد وتعبيري وضمت انه قطط أنا عندي فوبيا من القطة فحبيت أجسد هاي كانت يعني اللوحة خوف من القطط؟ يعني هي قطط رسمت أنا من أنا صغيرة أخاف يعني عضتني البزونة فبقت ببالي فلحد الآن يعني عندي فوبيا من القطط وشاركت كانت هاي السنة مهرجان الواسطي ونالت إعجاب الكل لأنه يعني كانت لوحة يعني كبيرة الحجم ويعني موضوعها كان غريب شوية وشاركت قبل أسبوع تقريبا رجعت من جورجيا دولة جورجيا استضافوني هناك مهرجان دولي من كل دول العالم جوي فنانات لبنانيات أردنيات فلسطينيات من جورجيا من أوكرانيا كان محفل كلش يعني جميل ولقاء وتعارف و شاركت بلوحتين تجريديات فكانت كلش يعني ميتين كلش جميل. وبداخل العراق؟ بداخل العراق هسه آخر شيء هو كان مهرجان الواسطي مهرجان الطبيعة هم شاركت به هم وزارة الثقافة تابع. اللوحات اللي رسمتيها بمهرجان الطبيعة كانت تخص الطبيعة؟ أي نعم أشجار ونهر دجلة. زين شنو رأيك بالفن بالعراق؟ يعني خصوصا هسه يعني عن الفن التشكيلي. الفن التشكيلي ذاك يعني قبل فتره استضافنا استاذ مهندس كان وزير سابق استاذ باقر جبر صولاق زبيدي مجموعه من الفنانين ويعني هو الرجل يعني قال انه مثلا طرحوا شنو مشاكلكم احنا الفن انه نحتاج تسويق احنا ما عندنا الوجهة السياحية القوية السواح كلش لهم تأثير بانه يعني يسوقون اللوحات الفنية يدعمون الفن انه يصير تبادل افكار تبادل يعني لوحات مثلا يروحون يسافرون يعني يشتروا لهم هدايا لوحات اي ف يعني طرحنا احنا عده افكار انه مثلا هاي البنايات اللي هسه تنبني كشقق سكنيه كفنادق خمس نجوم انه مثلا انه يفرضون انه كل مثلا غرفه كل صاله كل شقه
انه مثلا فنان يجهزها. اي فاحنا يعني نتمنى انه مثلا هيك دعم انه يكون بداخل بلدنا، وبعدين هم نتمنى انه اكيد انه مثلا اكو مهرجانات خارج القطر تصير انه مثلا يدعمون الفنان. هسه نقابة الفنانين هي نوعا ما يعني تعطي منح للفنانين، بس يعني هي قيمتها مو، فالفنان هو يسوق نفسه حاليا وهو المسؤول انه يعني شو نقول يسوي اسم النفسه. يعني انتوا اليوم كفنانين انتوا تعبتوا على انفسكم. اي فاحنا نحتاج انه يعني مو احنا مثلا ما نفكر بس بنفسنا، احنا كاساتذه او كفنانين معروفين اكو شباب يعني يستحقون هذا الدعم ويستاهلون، وهم بحاجه يعني بعدهم بدايه مشوارهم. يعني احنا نتمنى هو هذا الشيء يعني بالفن العراقي. نعم مشاهدينا، مثل ما تحدثنا مع الست تمارة عن الفنون التشكيلية، والكثير اليوم من الفنانين يقدمون لوحات ورسومات تخص الواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد. هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم. شكرا لزميلتنا زينب ستار على استضافتها للفنانة تمارة، وتعرفنا على بعض التفاصيل اللي تخص عملها كفنانة تشكيلية بصورة عامة. أكيد احنا عدنا الكثير من الفنانين المبدعين في مجال الفن بصورة عامة بالرسم وغيرها، والأكيد أنه احنا نعرف محتاجين الكثير من الدعم المعنوي قبل الدعم المادي، لأنه أغلب الفنانين صراحة بسبب قلة تسليط الضوء على أهمية الفن وفي زمن الحداثة اللي احنا بيها ماكو كثير من الناس تقدر الفن الحقيقي، تحديدا الرسم، لأنه تعوض بالصور والفوتوشوب والذكاء الاصطناعي وكل هذه التفاصيل، لكن يبقى الفن والرسم إلى روحية مختلفة، ويجب أن نسلط الضوء على أهميته. والأكيد أيضا أنه الفن بكل أنواعه هو طريقة لإيصال الرسائل الإيجابية منها والسلبية منها، أو تسليط الضوء على حالات معينة. نتمنى أنه نظل فنانيننا اليوم محافظين على الرغبة اللي عندهم في استكمال هذا الفن رغم قلة التقدير اللي يلاقوها وقلة الدعم المعنوي والمادي، وإن شاء الله نشهد تطور في مجال الدعم المعنوي والمادي لمختلف مجالات الفنون في العراق. مشاهدينا، انتهى دوري وياكم في حلقة اليوم من برنامجنا أول النهار، لكن مستمرين معكم بحلقتنا للساعة الثانية وإلى الملف الرياضي مع زميلي أحمد. شكرا إلا. قبل ما استلم الجو، الذكاء الاصطناعي ما دخل بس على الفن، دخل على هواي مجالات. صحيح. قريبا يمكن احنا بعد الناس ما تشوفنا بالشاشة. ممكن. لازم نبدي خاب شوي على الموضوع. زين، شنو الحل برأيك؟ يعني احنا كعاملين بمجال الإعلام وهذه التقنية دخلت لنا وكلش عادي راح تكون ببدانا يوما ما. صحيح، لكن الموضوع الإيجابي اللي خصنا إحنا تحديداً أنه العالم يتطور على مدار سنين، إحنا هذا التطور بعد احتمال قرن يلا يوصلنا مثل ما هو عندهم هسه، فبعد عندنا وقت أحمد. كلش عادي، ليش أكو مكتبات بالعراق سوت يعني مقدمة برامج أو مذيعة ذكاء اصطناعي تحكي عن نتاجات هذه المكتبة والتفاصيل، يعني مو صعب، لا سهل جداً، يعني إحنا أخطر من غير وظائف ترى. احنا نتفائل بالخير. لا، التفاؤل زينه الامور. طيب، لك الجو يا احمد. شكرا جزيلا إلا لكل هذا الحديث، شكرا للزملاء المراسلين على جولاتهم. بكل تاكيد مشاهدينا الكرام، جوله باخبار الملاعب راح تكون وياكم الساعه الثانيه من اول النهار، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. إذن الجماهير العراقية لا زالت تواصل إحباطها بخصوص دورة الألعاب الأولمبية الأولمبيات عبر التاريخ، المشاركة السادسة بالنسبة لمسابقة وفعالية كرة القدم
للرجال بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي تنتهي من الدور الأول بالخسارة من المنتخب المغربي بثلاثية دون مقابل أكيد مع الرأفة. مشاهدينا الكرام، مفادي الرابع الرياضي تواجدوا أكيد في المباراة وتواصلوا مع الجماهير ورصدوا ردود الأفعال بعد المباراة. خلونا نشوف ونرجع. هذا العمل عمل جاي، يعني جاي عن تأسيس غلط، ولا ما نعرف يعني هل من المنطق أول 20 دقيقة تبدل لك لاعبين؟ لعد أنت وين كنت؟ وشون بدلت فيه؟ وشنو صار حتى بدلت فيه؟ كنت قراءة غير صحيحة للمدرب وموضوع طبيعي. شلون صارت قراءة غير صحيحة؟ صارت قراءة غير صحيحة لأنه التأسيس غلط. هذه المشكلة. من يتحمل الخسارة؟ المنظومة بالكامل. المسؤول والاتحاد، الناس اللي أصحاب الشأن في كرة القدم، والمدرب. أنا متألم جدا، أنا راضي جيراني راضي شنيش، يعني كل شيء مقهور علي أنه خلى نفسه في هذا المأزق. هو مين سهل أن يكون في هذا المأزق، لكنه رجل جابك للأولمبياد. هذا مو مهم، يعني هذا مو كل شيء، مو منجز؟ أوكي، يعني فليكن وإن كان منجزة، بس أنت 35 ألف متفرج يحضر مباراة الأرجنتين أول مرة بتاريخ الأولمبياد. يعني طلعونا مكسورين، أنت تعب أمام الأرجنتين، لاعبين يلعبون في دوريات كبرى. إحنا كان ممكن إنهم غير المعادلة في لعبة الأرجنتين. الأرجنتين مو الأرجنتين اللي نتحدث عليها بكوب أمريكا، ولا الأرجنتين اللي نتحدث عليها بكأس العالم، ولا حتى موروكو اللي تحدث عنها في قطر. لا، كلهم منتخبات ممكن نخلق من عندهم نتيجة. والله صراحة ده المنتخب للاعبين جيد، بس التشكيلة، بداية التشكيلة مخيبة للأمال. المدرب خيب أماننا هواية يعني اليوم. يعني واحد يتحمل الخسارة؟ صراحة إيه، لأنه هو قائد الفريق. يعني زين، النهاية أنت تشكيلة عندك أهم لاعب علي جاسم ما منزل كرئيسي. يعني هذا الشيء يعني ما نقدر نعذره به، لأن أمنا كان يعني إنه نفوز اليوم صراحة، بس خيب أماننا. وهارد لك إنه، ومبروك المنتخب المغربي. مباراة يعني قوية، بس العراقي ظل دائمًاكم. من يتحمل هالخسارة؟ والله صراحة شفت شوي يعني البلان كل شوي كان فينا، وملعبه يعني بحماس، وشفت شوي يعني مفاجئين. يعني لعبة ما ضجت أحسن. من أي مدينة جيت حتى تدعمي المنتخب؟ إحنا جينا من فنلندا. من فنلندا على مود المنتخب. أداهم كان مقنع، لو أحزنكم أداء المنتخب والمسافة اللي قطعتوها. صراحة شوي يعني أحزننا، ومشان كلش كلش يعني شلون حضرناهم، بس نظل دائمًا نشجعهم. إحنا نحكي على الكابتن رابط، وهو يزعل اكيد انه ما يقبل ان واحد يحسب عليه، زعلان هو لان الجمهور بيعجبه. طبعا الجمهور كل الرياضيين يعرفون الجمهور رقم 12، لا 11 لاعب بالملعب والجماهير رقم 12. زين، المفروض الجمهور يتحملون عتب الجمهور. احنا مشاركاتنا بالاولمبياد مشاركاتنا حلوه، وعندنا عندنا عندنا انجازات زينه، يعني نطلع من الادوار الاولى كلش، يعني كلش هضيمه بحق المنتخب. مجموعتنا صعبه، هذا مو، لا هذا مو هذا السبب. بس احنا كرياض يعني كمشجعين ومتابعين كره القدم بدنا نشوف اللاعبين مو مراكزهم، يعني اكو فالتبادل بالمراكز، انه مدى يوقفهم بالمراكز الصحيحه. لذلك احنا جاي نخسر. احنا ترى فوزنا ويا الاوكراني يعني ما اعرف انه كان ضربه حظ. الحمد لله والشكر، نقول ان شاء الله انه بالقادم نكون ان شاء الله نحقق نتائج زين. والله يتحمل الخساره الاتحاد العراقي. ليش الاتحاد العراقي؟ هو عين راضي الشيشل. زين، واحنا راضي الشيشل هو مدرب مو مدرب بس. يا اخي هالبطوله مو مالته، يعني انا اعرف بس هو اللي صعدك للاولمبياد. على العين وعلى الراس. زين، هو صعدني ولواعبهم من القسم بها صعدوني، بس هاي بطوله عالميه. زين، يعني انا كنا نعرف احنا دول تدفع فلوس تجنس لواعيب، يعني عندنا لواعيب محترفين وهاي بالعالم كله. زين، يعني احسن من دولار اكو بعد، يعني خمس لواعب ما اذكر اسمائهم يعني ما يستحقون يجون لفرنسا، اكو احسن منهم. هو غير الافضليه اللي يلعب، صح لو غلط، هاي معروفه بكل العالم، الافضليه اللي يلعب مو مجامله. زين، يعني الكابتن راضي ما كان موفق بالاختيار؟ ايه، اختيار اولا الاختيار للثلاث لواعب، يعني انا اجيب لاعب مصاب، صح ناطق هاشم لاعب وفدائي، سعد ناطق العب، سعد ناطق الله يرحمه، ناطق هاشم انا ذكرت ناطق هاشم الله يرحمه، سعد ناطق صح لاعب
ابتدائي ولاعب بس مصابي يا اخي زين اكو كان احسن منه بس ايمن زين كان ايمن وقول ثلاث لواعيب هم يشيلون الفريق هاي نعرف بيها الفوق ايمن كان جيد بيهم ايمن هو ايمن جيد شو تريد من المهاجم يهدف كل لعبه جاب هدف بايش مستواه هسه نازل هو لاعب بس هسه مستواه كل لاعب يمر بمرحله هسه مرحلته احتمال عنده هبوط هسه فهو انا اقول لك يعني راضي راضي شيء شيء يتحمل خيارات اكو خطا بالخيارات يعني. واحنا مال يطلع يقول لي انا استقيل شو اسوي بالاستقالة يعني 40 مليون شنو حوبتهم 40 مليون استقال لازم اكو محاسبه اخي محاسبه صح قالوا خيارات مدرب ما حكينا من البطوله لحد هسه وصلنا وما حكي هسه لازم واحد شنو الفائده يعني مدرب هسه طلع من البطوله يعني انا اعتبره فشل العراق اول مره يخسر ثلاثه بالاولمبياد عندنا كم مشارك احنا من 80 لحد هسه ما خسران بس ويا المانيا الغربيه قبل دور الثمانيه بالثمانية خسرنا أربعة زين بس هسه تغيرت الكرة أخي العراق خسر 3-0 وذا مغرب صح مغرب رابع على العالم وفريق عالمي جت من تجيب بطولة عالمية لواعيب صعدوا ذولا مرحلة صعدنا أولم بس هاي بطولة عالمية أخي أنت تلعب ويا بطل العالم تلعب ويا رابع العالم غير تجيب لاعب على مستوى إحنا عندنا محترفين كان خياراتنا تصير أحسن من ذولا. إذن هذا حديث الجماهير مشاهدينا الكرام من ملعب المباراة بعد نهاية اللقاء. الجماهير واعية لازم نستوعب يا جماعة الخير يا سادة يا مدربين يا مسؤولين الجميع حتى احنا كإعلاميين لازم نستوعب أن الجماهير العراقية واعية واعية جدا والله العظيم فكرهم الفني أحيانا أكثر من مدرب أكثر من إعلامي أكثر من أشخاص حتى مسؤولين بالاتحادات بالأولمبية. هاي الجماهير سنين تتابع طوبة وتعرف مكامن القوة ومكامن الضعف بدليل تحميلهم المنظومة بشكل عام الخسارة لأنه الموضوع بالتأسيس هو به مشكلة وبالتالي تراكمت هذه المشاكل وصولا للمدرب واللاعبين وغيرها. إذن المشكلة عقيمة والمفارقة والمقارنة بين العراق والمغرب والأرجنتين مفارقة ومقارنة غير حقيقية وحتى لو حقق العراق يوم أمس الفوز على المغرب فهذه أبدا لا تعطي الحق بأن نكون أفضل من المغرب بكل المستويات الفنية والرياضية. إذا مشاهدينا الكرام هذا حديث الجماهير العراقية بعد نهاية المباراة. بالمقابل على الجانب الآخر الجماهير المغربية كانت سعيدة بكل تأكيد بهذا الفوز الذي أهل منتخب المغرب للدور الثاني. خلونا نشوف ردود الأفعال بالنسبة لجماهير المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كيف شاهدت اليوم المباراة أمام العراق والفوز بنتيجة كبيرة 3-0؟ صراحة الحمد لله نحن جد فرحانين وفرحة ليس لها مثيل والحمد لله الدراري كانوا في البلاصة كانوا في تيران الحمد لله. هل العراق كان يوم منافس قوي بالنسبة لكم؟ بكل صراحة يعني العراق اللي شفته اليوم ليس العراق اللي شفته امام الارجنتين امام اوكرانيا عراق مغاير اداء مختلف ممكن اقول انه الاداء كان نازل شويه مش الاداء كمان مثل مباراه اليونان مباراه اوكرانيا الارجنتين. يعني هل تعتقد احنا اليوم المنتخب العراقي وقع في اخطاء ام المنتخب المغربي كان منتخب قوي اليوم؟ صراحه طول المباراة لم أشاهد سوى المغرب. فرحان سعيد الحمد لله. ألف مبروك ألف مبروك. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كيف شاهدت يوم المباراة؟ كيف المقابلة قوية وكيف مزيانة وهذا الفوز لنا كعرب سوى المغرب سوى العراق احنا بحال. بالتأكيد هي منافسة رياضية احنا نبقى أخوة وأشقاء أكيد يعني. اسمح لي؟ احنا نبقى أخوة وأشقاء هي منافسة رياضية. هذاك الشيء اللي قلت لك دابا. احنا إخوة أشقاء كيف العراق ربحت كيف احنا ربحنا هذا الشرف لنا كعرب احنا بحال ولكن كما قال الأخ كان المباراة شوية المستوى نازل على ضد أوكرانيا والأرجنتين هذا ما وهذا فوز لنا كاملين كعرب. السلام عليكم. شكرا. احكي لنا شعورك بعد الفوز. شعور كان كثير جميل بخصوص كنا ما كناش متوقعين النتيجة تكون 3-0 كنا متوقعين تكون نتيجة 0-0 والحمد لله والمنتخب العراقي مثل المنتخب المغربي سواء ربح المغرب سواء ربح العراق احنا مع اهم حاجة فريق عربي يتأهل شكرا الفوز لنا الكل العرب
احنا مغاربه وعراقيين وفلسطينيين وكل شيء، الفوز للعرب كله الحمد لله. الحمد لله، شكرا لمشاعركم. هل اليوم صارت يعني التفاؤل زاد عندكم، الامنيات زادت انه تروحون بعيد في البطوله بعد هذا الفوز؟ بيان سور عندنا تفاؤل وان شاء الله غنمشيو بعيد ان شاء الله. من اليوم كان افضل لاعب في المنتخب المغربي برايك؟ انا جيت في الاخر عشان ما لقينا مكان للعربيه، جينا على الاخر، بس انا جينا على حكيمي والاخر شو سميته؟ قمش. فوالا اليوم الاحتفالات فاينل الصبح صح؟ ان شاء الله نحن هنا للصبح، انا جيت مع اولادي للصبح. كيف كان اداء المنتخب المغربي في هذه المباراه اليوم؟ كان رائع، كان تري دومينون، فالبالون يت فريمون تري بيان سيرفي الحمد لله. اليوم باين تحتفلون للصبح مو؟ اليوم الاحتفالات للصبح مع الاجواء. هون ما بعرف اكيد، بس عندي بالبيت اكيد الحمد لله. مبروك مبروك. ميرسي مبروك عليكم كمان. بكل تأكيد مبارك لمنتخب المغرب ومبارك لجماهيره، وهذه البداية ما زال مثل ما تقول الجماهير المغربية، منتخب قوي ومنتخب يستحق كل التقدير. والمشجع اللي قالت أنا جاي على مود أشرف حكيمي ما خيب ظنها وحصل على أعلى تقييم بين اللاعبين في المباراة. مباشرة مشاهدين الكرام إلى مدينة نيس مع فرج مطلوب. فرج صباح الخير. الحديث كل الحديث بالنسبة للجماهير العراقية بأن المنظومة بشكل عام تتحمل خسارة يوم أمس، وهناك مطالبات كثيرة بأن يكون راضشنيشل أو يستقيل راضشنيشل من تدريب المنتخب الأولمبي بعد خسارة الأمس. شنو الأخبار عندك فرج تحديدا بهذا الخصوص؟ صباح الخير زميلي احمد، صباح الخير على المشاهدين ومتابعي قناة الرابعة ورابعة الرياضية. الكل يتحدث بخصوص مباراة منتخب الأولمبي أمام المنتخب المغربي والخسارة القاسية في هذه المباراة اللي من خلالها أعلن المنتخب الأولمبي خروجه من الأولمبياد في الوقت اللي كل كان يعول على المنتخب على أقل تقدير تقديم مستوى جيد، لكن اللي شاهدناه هو العكس تماما خلال المباريات اللي خاضها امام اوكرانيا. رغم الفوز ايضا كان بالنسبه لبعض الجماهير غير مقنع، الاداء الغير مقنع امام الارجنتين، وصولا الى مباراه المغرب يوم امس في مدينه نيس. زعل جماهير كبير بخصوص هذه المباراه، بخصوص النتيجه. الكل كان يتمنى حتى وان لم تحقق نتيجه ايجابيه تقدم مستوى جيد، لكن العكس اللي شاهدناه يوم امس، لا أداء لا نتيجة، الخروج مبكرا من الأولمبياد. المنتخب الكل كان يعول عليه والكل كان يتحدث على أنه بإمكان الوصول إلى مناطق أبعد مما كنا عليه من دور المجموعات، لكن هذا هو حال كرة القدم من جهة. من جهة خلي أنقل لك يعني لسان حال الجماهير العراقية بماذا تحدثت يوم أمس. الأغلب أوعز هذه الخسارة بسبب الكادر الفني، الكل تحدث على نوعية اللاعبين واختيارات الكابتن راضشنيش بخصوص الأسماء اللي شاركت في أولمبياد باريس. أيضا كان هناك حديث بخصوص اللاعبين اللي فوق السن والمستوى اللي قدموه خلال هذه الأولمبياد. ربما الجميع اتفق على أنهم أيمن حسين الوحيد اللي قدم مستوى جيد يليق باسم العراق، كان مستوى جيد في ثلاث مباريات، لكن هناك مشاكل في خطوط المنتخب مما يعني جعل خط الهجوم العراقي يعجز عن تسجيل هدف في او يعني سجل هدف في مباراة المغرب على اقل تقدير. لكن في المجمل فيما يخص الاجواء، الجماهير العراقيه الاغلبيه هي حضرت من مدن بعيده في اوروبا، والبعض من دول مختلفه من اوروبا، باستثناء ايضا تتحدث ايضا عن العراقيين والجاليه العراقيه المتواجده في فرنسا وفي المدن الفرنسيه. لكن هناك ايضا البعض الاخر من سالنا من اي يعني من اي منطقه كان حضوركم او من اي دوله، بعض قال انه من امريكا من كندا، يعني بعيدا ايضا عن اوروبا كانوا متواجدين لدعم المنتخب الوطني. الحضور الكبير خيبة الامل بالنسبه للجماهير اللي كانت حاضره، اللي كانت تتمنى تستمتع على الاقل تقدير
ما تحقق نتيجة أوكي خلاص استمتع في المباراة، لكن العكس اللي صار حتى أغلب الجماهير هي غادرت الملعب يعني بعد الشوط الثاني بفترة قليلة، هي غادرت الملعب لم تشاهد المنتخب بالمستوى الجيد، لم تشاهد المنتخب بالمستوى المطلوب، وبهذه النتيجة الأغلبية غادروا الملعب زعلانين الصراحة على المنتخب، زعلانين على الكابتن راضشنيش. شخصيا الكثير تحدث عن هذا الموضوع أنه خيارات الكابتن راضشنيش كان يجب أن تكون أكثر دقة، هناك لاعبين في الدور العراقي دور نجوم العراق كان لهم الأحقية بالتواجد في قائمة الكابتن راضشنيش، هذا اللي صار حال الجمهور أكيد يعني اللي تحدث بهذه الجزئية المهمة. وأيضا بالمجمل بما يخص التواجد العراقي في الأولمبيات، وهي فرصة لأن تكون متواجد في الأولمبيات تحقق مستوى كبير في هذه الأولمبيات، سيما نتحدث دائما عن أولمبيات أثينا ما قدمناه خلال هذه الأولمبيات في عام 2004، لذلك كانت أيضا حتى في أولمبيات ريو دي جانيرو المنتخب قدم مستوى جيد رغم الخروج من دور المجموعات، لكن كان تعادل أمام البرازيل، تعادل أمام جنوب أفريقيا، منتخبات قوية. بالمجمل بما يخص المنتخب الأولمبي أيضا هناك حديث استقالة الكابتن راضشنيش، لكن إلى الآن لم يكن شيء رسمي بخصوص هذا الموضوع كإعلان من الاتحاد العراقي لكرة القدم بأنه الكابتن راضشنيش استقال من منصبه. أيضا هناك تساؤلات من الجماهير العراقية ما بعد راضشنيش، من سيكون عليه الاختيار بقيادة المنتخب الأولمبي، كيف ستكون المرحلة القادمة، سيما ونحن نتحدث عن طي صفحة الأولمبياد، الحلم العراقي بهذه الأولمبياد بمشاهدة منتخب يقدم مستوى كبير، طوارئ كبيرة شاهدناها يوم أمس ما بين منتخبنا الأولمبي وأيضا المنتخب المغربي، المنتخب المغربي كان مسيطر جدا على المباراة، ضمن الفوز من الشوط الأول 3 أهداف في الشوط الأول، الكل كان متخوف أنه تزداد الغلة بالنسبة للمنتخب العراقي وزيادة الأهداف، لكن المنتخب المغربي لعب بالمحافظة على لاعبيه وركز على المحافظة على لاعبيه في الأدوار القادمة بعد ما ضمن الفوز في الشوط الأول، وهذا اللي شاهدناه يوم أمس. الكل حزين في مدينة نيس الصراحة، يوم أمس بعد المباراة تجولنا في المدينة تسألنا شلون الأجواء، جيت النيس أوكي من أجل المنتخب من مسافات بعيدة، البعض الآخر قدم إجازة بعمله حتى يكون قريب من المنتخب حتى يكون داعم للمنتخب. الحزن يخيم على الجماهير العراقية المتواجدة في هذه المدينة، أغلبهم عاد إلى مدينته بوقت متأخر يوم أمس بسبب الزعل الكبير بالنسبة للجماهير على المنتخب وأداء المنتخب في الأولمبياد. هذا كل ما لدي زميلي أحمد بما يخص المنتخب الأولمبي وخروجه من الأولمبياد. هارد لك لمنتخبنا، من القادم يكون أفضل إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا فرج لكل هذا الحديث بصراحة، الله يساعدكم على المباراة، الله يساعدكم على كونك انت بالملعب وتشاهد هذه الخسارة أمام عينك، وأكيد ردود أفعال الجماهير بصراحة بعد المباراة ردود أفعال طبيعية منطقية نظرا لما شفناه من أداء بالنسبة للاعبين بالنسبة للمنتخب، والجماهير غضبها مبرر جدا لأنه دائما العراقيين أملهم بكرة القدم يختلف عن كل الألعاب الثانية، شغفهم عالي بهذه اللعبة، المشاركات العراقية بكل محفل تحظى بدعم جماهير عراقي من كل مكان، لذلك هذا رأي جماهير العراق في أوروبا اللي دعم للمنتخب الأولمبي واللي ساندته خلال المباريات. في بغداد الوضع يبدو مشابها وهذا ما سنتعرف عليه مع مصطفى ياد. مصطفى صباح الخير، مراسلنا من بغداد اللي ينضم لنا الآن. نبقى بموضوع المنتخب الأولمبي مصطفى، كيف تفاعلت الجماهير مع خسارة الأمس، وما هي الأخبار اللي عندك بخصوص مستقبل الجهاز الفني وبعض اللاعبين وإمكانية احترافهم بعد هذه الأولمبياد؟ صباح الأنوار عليك أحمد وعلى كل متابعي الرابعة والرابعة الرياضية في كل مكان. أكيد للأسف يوم أمس كان يوم حزين بالنسبة للجماهير العراقية وصدمة كبيرة، خاصة بعد تلقي الخسارة الثانية والخسارة التي كانت قاسية أمام المنتخب المغربي الشقيق. مبارك للمنتخب المغربي اللي قدم مستوى جيد واستحق الفوز، لكن الجماهير العراقية كنت متواجد في أحد التجمعات هنا في بغداد، تجمعت رغم حرارة الأجواء، تواجدت وهي في داخلها بعض الأمل
بالعبور ان شاء الله كان ممكن الى الدور اللي بعده، لكن هذه الجماهير التي تفاءلت بان يتاهل منتخبنا الى الدور الثاني عاشت صدمه من جديد، خاصه بعد الخساره الاولى امام الارجنتين. جماهير خرجت احمد غاضبه غير راضيه على مستويات اللاعبين وبالاسماء، كان هنالك حديث عن بعض اللاعبين على عدم استحقاق تواجدهم مع المنتخبات الوطنيه، بالاضافه كان هناك حديث على الكادر التدريبي. الجماهير غير راضيه، ربما صدمه بعد صدمه، لكن الصدمه الاخيره امام المنتخب المغربي كانت قاسية جدا. يعني الأحاديث موجودة في كل مكان، يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي ضجت هذه المواقع للأسف بالإساءة للكادر التدريبي وبعض اللاعبين، يعني الجماهير عاشت غضب كبير. لذلك يعني هي مباراة للنسيان، وعلى الاتحاد أن يعمل جاهدا في معالجة هذه الأخطاء وأن يقيم هنالك ما بعد كل مشاركة، يجب أن تكون هنالك لجنة مختصة في تشخيص المشاكل التي واجهت المنتخب والتعرف على ما هي السلبيات التي واجهت المنتخب وما هي أسباب هذه الخسائر الكبيرة اللي تلقاها المنتخب الأولمبي، خاصة بأنه إحنا في الأولمبيات لفترات طويلة دائما منتخباتنا الأولمبية تقدم مستويات جيدة في الأولمبيات. بالتالي المنتخب الأولمبي يوم أمس وبهذا الجيل بالتحديد يعني إخفاق كبير يعتبر للكرة العراقية اللي دائما ما تكون مشرفة في الأولمبيات. بالتالي هذه الخسارات والمغادرة أدت إلى غضب الشارع الرياضي هنا في بغداد، الجماهير غير راضية مثل ما ذكرت لك أحمد، مستاءة مما حدث يوم أمس، على الرغم من أنه أصبح لديها بعض التفاؤل يعني أثناء فترة من الفترات بأنه هنالك أمل بالمنتخب الأولمبي، خاصة بعد الفوز على المنتخب الأوكراني، لكن الأمر اختلف بعد الخسارة أمام الأرجنتين، وبالتالي الخسارة يوم أمس أمام المغرب. هارد لك للجماهير العراقية، يعني هي هذه الجماهير التي تستحق الاعتذار صراحة، لأنه توافدت وحضرت وساندت المنتخب العراقي في كل مكان، وكانت يعني تمني النفس كثيرا بأن تشاهد على الأقل مستوى جيد في مباراة يوم أمس. لو نتحدث عن الكادر التدريبي، نتحدث عن اللاعبين، أيضا كان هنالك غصة في داخلهم من نتيجة المباراة يوم أمس، الكل يعني يعرف تماما ما حدث ويعرف خطورة هذا الوضع بالنسبة للشارع الرياضي. بالتالي أحاديث كثيرة، لكن ليس فقط هذا الموضوع أحمد، يعني الأخبار اللي عندي تتحدث بأن هنالك تخوف أصبح لدى المدربين المحليين وأيضا اللاعبين المحليين من هذه الأمور، خاصة بعد ما بدأنا نشاهد الأندية تتجه صوب المدرب الأجنبي. نشاهد يعني هذا الموسم موسم مختلف، الموسم القادم أكثر من مدرب أجنبي في دورينا، بالتالي الاستغناء عن المدرب المحلي، أيضا الاستعانة في لاعبين محترفين على مستوى عالي في بعض المراكز في أنديتنا. بالتالي نشوف الميركاتو حاليا هو حديث بشكل كبير على التعاقدات مع لاعبين محترفين. العفو، أصبحت الآن الأندية تفكر في معالجة بعض الأخطاء في بعض المراكز اللي موجودة في دورينا اللي نعاني منها، وأيضا منتخباتنا الوطنية تعاني بأنه بعض اللاعبين في بعض المراكز هنالك أخطاء كبيرة. بالتالي ذهبت الأندية للتعاقد مع اللاعبين محترفين من الخارج. أيضا نتحدث عن المدربين، والإخفاق الأخير يوم أمس للمنتخب الأولمبي جعل هنالك تخوف لدى المدربين المحليين من الفترات القادمة، كون ربما لا تتكرر تجربة المدرب المحلي مع المنتخبات الوطنية، وبالتالي أيضا نشوف مع الأندية المدربين أصبحوا بعيدين عن الأندية، والاستعانة بالمدربين الأجانب، إدارات الأندية بدأوا الاستعانة بالمدربين الأجانب في الفترة الأخيرة. بالتالي هذه مشكلة وخطر كبير يواجه أيضا المدربين، وأيضا مع اتحاد الكرة ومع القرار الجديد بمدرب واحد يحق إلى التدريب في دور النجوم العراق وموسم آخر في دور الممتاز، بالتالي المدرب المحلي في مشكلة. هذه مشاكل يعني ألقت بظلالها لمشاكل متراكمة أحمد خلال الفترات الماضية، كان ضحيتها يوم أمس المنتخب الأولمبي لربما عدم التخطيط وسنتين من العمل لهذا المنتخب، من الإعداد، من المشاركات، الوصول إلى الأولمبياد كان بطموح أن يتغير
الوضع خلال الفترات الماضية. للأسف لم نشاهد كشارع رياض يتحدث، لم نشاهد أي فروقات في مستويات بعض اللاعبين اللي متواجدين حاليا في المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عام، وبعد التأهل بصعوبة إلى الأولمبياد كنا نمني النفس في داخلنا بأن نشاهد المنتخب الأولمبي بشكل مختلف وأن تعالج هذه الأخطاء التي قد حصلت، لكن للأسف شاهدنا نفس الأخطاء لكن بشكل أكبر. السبب يعود أكيد لمواجهة منتخبات على مستوى عالي، هذه الأخطاء كلفت منتخبنا يوم أمس خسارة كبيرة، شاهدنا هنالك فروقات فنية كبيرة ما بين لاعبين ولاعبي المنتخب المغربي، لدينا أسماء لدينا إمكانيات بالفعل، هذا ما تحدثت به يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي من إعلاميين وصحفيين وشارع رياضي، الجميع تحدث بأنه لدينا الإمكانيات بأن نواجه ليس فقط المنتخب المغربي بل المنتخب الأرجنتيني، لأنه لدينا تلك الإمكانيات الموجودة حاليا في دورينا، وحتى اللاعبين المحترفين كان بالإمكان الاستعانة ببعض الأسماء في الأماكن الذي نعاني منها من نقاط ضعف واضحة، كان هنالك حديث كثير حتى فيما يخص اللاعبين فوق السن القانوني، كان ممكن الاستعانة بأسماء أفضل، بالتالي هذه يعني مشكلة إلى مشاكل عديدة. تعرف أحمد الخسائر لربما تبرز كل الأمور السلبية، بالتالي غصت يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي بالأحاديث حول المشاكل اللي يعاني منها المنتخب الأولمبي، لكن الجماهير لديها مطلب واحد ومطلب هو بسيط جدا، هذا المطلب بأن لا تتكرر هذه الفضائح مرة أخرى وأن لا نذهب للبطولات فقط من أجل المشاركة، هذا ما تسعى إليه الجماهير العراقية، هي مؤازرة جماهير محبة للمنتخبات الوطنية، حتى مع الإخفاق نشاهدها بأنه هي بالفعل تتعاطف مع منتخباتنا الوطنية ومساندة، لكن الطلب واضح بأنه لا تتكرر هذه الإخفاق، لا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى، وإن شاء الله تكون البطولات القادمة للمنتخبات الوطنية أجمع أن نظهر دائما بشخصية البطل، وأكيد بشخصية التاريخ، بشخصية تاريخية للمنتخبات الوطنية دائما، لأن هذه البطولات هي بالأجمع دائما ما نشاهد منتخباتنا الوطنية تضع بصمتها فيها، وحتى هذه الأولمبيات مع ذكريات أولمبيات أثينا 2004 بكل تأكيد إن بصمات واضحة، وإن شاء الله نأمل جميعا بأنه أن تتوفق منتخباتنا الوطنية في قادم المسابقات. يعني هذا أبرز ما حدث أحمد يوم أمس لدى الشارع الرياضي في حضوري في أحد التجمعات في بغداد، بالإضافة إلى مشاهدتي لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية التي تحدثت كثيرا عن هذه الخسارة، يعني هارد لك للجماهير العراقية، وإن شاء الله المشاركات القادمة للمنتخبات الوطنية تكون بشكل أفضل، هذا أبرز ما لدي أحمد، أكيد أعود إليك بالصوت والصورة. شكرا جزيلا مصطفى، الله يساعدك على الحرب صراحة وعلى الحديث الحار عن الجماهير العراقية المشتعلة غضبا على نتيجة الأمس. هذا الحديث الملف هذا نسده مشاهدينا الكرام اللي يتعلق بالمنتخب الأولمبي، خلونا نروح مع حضراتكم إلى فاصل، بعدها نرجع نشوف الصحف العالمية شنو تحدثت عن أولمبياد باريس بمختلف الفعاليات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ جولة الصحف والمواقع الإلكترونية من إذاعة مونتي كارلو الإذاعة الدولية والتي مقرها موناكو. هذه الإذاعة تحدثت بشكل خاص عن مشاركة الفريق الفلسطيني وسلطت الأضواء عفوا على الفريق الفلسطيني الذي تحدث أنه ليس أو لم يكن قادما للمشاركة فقط بل للمنافسة بالأولمبياد. ديالا شاهين المكلفة بالنظام الغذائي والصحي للفريق الفلسطيني تتحدث لمونتي كارلو عن تجربة الفريق الفلسطيني وعن كيف جاء الفريق الفلسطيني، كيف وصل إلى 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 باريس، وماذا ينتظر الوفد الفلسطيني من ألعاب، وكيف هو التحضير لهذه الألعاب، وكيف ينافس المنتخب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يمر بها المنتخب الفلسطيني بشكل عام والشعب الفلسطيني. نبقى بأولمبياد باريس مشاهدينا الكرام وننتقل إلى موقع فرانس 24 الذي أيضا تحدث عن الأولمبياد ولكنه تحدث بشكل خاص عن البطلة الأولمبية عفوا كلاريس التي تستقر على الميدالية البرونزية. خلينا نشاهد الخبر مع حضراتكم مشاهدينا الكرام
وهناك حديث أنه لم يتم تحقيق الثنائية على الرغم من حماسة الجمهور الفرنسي. فازت البطلة الأولمبية بالميدالية البرونزية فقط في باريس، وبعد مرور عام على عودتها إلى المنافسات لم تتمكن اللاعبة من العودة إلى كامل المستويات. وهنا الحديث عن اللاعب عندما يكون يكسب عامل الأرض والجمهور الأولمبيات، يعني تجوب العالم لسنوات حتى تعود لهذا البلد لمرة واحدة كل 100 سنة تقريبا، بالتالي الجماهير الداعمة لهذا اللاعب تكون على أهبة الاستعداد وتدعم المنتخب بشكل مختلف. نذهب إلى كرة المضرب مشاهدينا الكرام مع حضراتكم، وإلى الماركا الصحيفة الإسبانية الشهيرة التي تحدثت عن يعني نادال والكراز، هذا الثنائي الإسباني الشهير، وكيفية الفوز بالمعاناة، يعني يفوزون بصعوبة وهما بالفعل على بعد مباراة من الميداليات، حيث فاز رافا وكارلوس على الهولنديين في المجموعة الثالثة بعد شوط فاصل رائع. إذن نروح إلى ليكيب الفرنسية مشاهدينا الكرام، التي تحدثت عن يوم أمس كانت هناك مجموعة من المنافسات. بكل تأكيد المنتخب الفرنسي فاز بشكل مؤلم على المنتخب الياباني بكرة السلة، هذه الصورة، وليس بكرة السلة فقط، حتى بكرة الماء كانت النتيجة لصالح المنتخب الفرنسي يوم أمس بأولمبياد باريس. وبكرة السلة تحديدا تأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية من أولمبياد باريس. نبقى بالأولمبياد مشاهدين الكرام، ونروح إلى السنة البريطانية التي تحدثت بعنوان عريض: الرومانسية الذهبية. شنو قصة الرومانسية الذهبية؟ راح نشوفها مع حضراتكم مشاهدين الكرام. هذا الثنائي الجميل قصتهم قصة مختلفة. بطل فريق بريطانيا العظمى الدراج الذهبي توم بيتكوك يلتقي بصديقته مصممة الديكور الداخلي ومهووسة ركوب الدراجات بيثاني لويز اللي التقت به بعد حصاد الميدالية الذهبية. انتقل الزوجان الآن إلى فرنسا للسماح بتحقيق الحلم، وكانت هذه الصورة اللي تتصدر موقع صحيفة ذا سان البريطانية، اللي عبرت عن إعجابها بهذه الصورة وعنونتها ب Golden Romance. نروح مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة موندو ديبورتيفو اللي تحدثت عن اجتياح الولايات المتحدة لنهائي الفرق بفوزها على إيطاليا وعلى البرازيل. وأضافت سيميوني لقبها الخامس الأولمبي، وهو الأول منذ 8 سنوات بعد بدايتها الخاطئة في طوكيو. سدينا ملف المنتخب الأولمبي مشاهدينا الكرام، الآن ننهي مع حضراتكم ملف الصحف والمواقع الإلكترونية وأولمبياد باريس بشكل عام. نرجع شوية نتحدث محليا، وخلونا نروح إلى البصرة مباشرة إلى جلال جاسم. جلال، صباح الخير، كيف تستعد فرق البصرة لمنافسات دوري نجوم العراق، المنافسة على أهبة الاستعداد، والفرق تتعاقد مع اللاعبين بشكل متواصل والمدربين، خصوصا فرق البصرة تعاقدت مع مساعد كاساس الإسباني، وأيضا هي مدرب نفط البصرة أيضا هيثم الشبول هو مدرب محترف. كيف هي الأجواء بفرق البصرة وما هي آخر الاستعدادات جلال؟ نعم، صباح الخير زميلي أحمد عليك وعلى كل مشاهدين قناة الرابعة وبرنامج أول النهار. وبكل تأكيد حديثنا اليوم راح يكون فيما يخص الأندية البصرية وتحضيراتها إلى الموسم المقبل إن شاء الله. لكن أحمد، قبل لا أبدي بالحديث على يعني على الأندية البصرية فيما يخص دوري نجوم العراق، شاهدنا ربما الأخبار المتداولة لبعض الأندية، شاهدنا في الأيام السابقة أن هناك أندية اختارت أو تعاقدت مع مدربين أجانب. بكل تأكيد أحمد، ربما هذا الموسم سنشاهد عدد كبير
من المدربين الأجانب في دورينا، هناك ربما أكثر من مدرب إسباني، هناك مدرب برازيلي، بكل تأكيد أيضا مدرب نادي القوة الجوية القطري. بكل تأكيد هذا يعني التنوع واختيار المدرب الأجنبي ربما يعطي الدافع القوي، أو ربما يعطي الإضافة الكبيرة لدورينا، ليس على المستوى الفني فقط وإنما على المستوى التسويقي، على المستوى الإعلامي. بكل تأكيد أحمد، هناك أيضا نقطة مهمة يجب أن نوضحها أو نسلط الضوء عليها، أن هناك الإدارات ربما يعني بدأت تعمل باحترافية، إدارات الأندية، على اعتبار بأن الإدارة بدأت باختيار المدرب قبل اختيار أي لاعب وقبل التوقيع مع أي لاعب. بكل تأكيد هذه النقطة ربما لم نشاهدها سابقا، على اعتبار كانت الإدارات هي من تختار اللاعبين يعني لناديها. بكل تأكيد ربما آخر تعاقد كان هو يعني مع المدرب، دائما ما يكون المدرب الحلقة الأضعف في الفريق، لكن بكل تأكيد يعني سنشاهد خلال الأيام القادمة ربما هناك تغيير بهذا الموضوع. ربما أيضا الإدارات دخلت بمنافسة قوية من أجل أن تقدم شيء كبير لأنديتها خلال الموسم القادم، وهذا ما يحدث أيضا في ناديي البصرة، نادي الميناء ونفط البصرة. بكل تأكيد نبدأ حديثنا على نادي الميناء الذي تعاقد قبل أيام مع المدرب الإسباني بابلو، وهو مساعد المدرب منتخبنا الوطني كاساس. بكل تأكيد هذا التعاقد قابله وجهة نظر أو قابله إقبال من الجماهير البصرية والجماهير المينائية هنا في البصرة، على اعتبار أن مدرب على مستوى عالي، مدرب من مدرسة إسبانية سيقود نادي الميناء، وهذا ما يطمح له الجماهير والشارع الرياضي هنا في البصرة. بكل تأكيد أحمد، جاء التعاقد مع هذا المدرب بعد عدة اختيارات لمدربين، تم الاختيار ووقوع الاختيار على المدرب بابلو. بكل تأكيد الجميع يعلم بأن بابلو الآن هو في مهمة مع المنتخب الأولمبي التي انتهت للأسف يوم أمس بعد خروج منتخبنا الأولمبي بخسارة ثقيلة من المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بكل تأكيد بابلو سيكون متواجد في العراق أو سيعود إلى العراق اليوم ربما غد، فبكل تأكيد اليومين القادمين إن شاء الله سيكون تواجد بابلو هنا في البصرة، حسب ما ذكر إدارة أو المركز الإعلامي لنادي الميناء، سيكون متواجد بالأيام القليلة القادمة هنا في البصرة من أجل تقديمه لوسائل الإعلام. بكل تأكيد كانت أهم نقطة في عقد بابلو مع الإدارة هو أن يكون هو المسؤول الأول والأخير على اختيار اللاعبين للموسم القادم، وهذه نقطة إيجابية تحسب لإدارة نادي الميناء بكل تأكيد، على اعتبار أن المدرب هو المسؤول الأول والأخير على الفريق وعلى اللاعبين. فبكل تأكيد كانت هذه النقطة متواجدة في عقد بابلو. بالتالي بابلو بالمقابل طلب بعض المباريات من نادي الميناء في الموسم السابق على يعني على سبيل المشاهدة وعلى سبيل ما يراه مناسب من اللاعبين أو من تشكيلة الميناء السابقة للموسم السابق، على اعتبار هو من سيختار من سيبقى ومن سيرحل من نادي الميناء. أيضا هناك لاعب من نادي الميناء طلب من الإدارة كتاب الاستغناء من أجل يعني الذهاب إلى نادي آخر، كان جواب الإدارة له بأنه ننتظر المدرب الجديد السيد بابلو، هو من سيختار، ربما سيختارك، ربما سيقع الاختيار عليك وستكون من ضمن الفريق، أو ربما ستكون خارج أسوار النادي. بكل تأكيد كتاب الاستغناء موجود. أيضا هذا التعامل اللطيف مع اللاعبين واحترام رغبات اللاعبين، بالإضافة إلى يعني رغبات أيضا السيد بابلو لغاية الآن مستجابة. بكل تأكيد هذا ما سنشاهده أو هذا ما يعني سيقومون به إدارة نادي الميناء خلال الأيام القادمة بعد تقديم السيد بابلو إلى وسائل الإعلام، هو من سيختار اللاعبين. هناك أكثر من أسماء مطروحة لغاية الآن، سواء لاعبين على مستوى منتخبنا الوطني بالإضافة إلى لاعبين محليين بالإضافة إلى محترفين أيضا موجودة على طاولة إدارة نادي الميناء. سيتم الاختيار أو التناقش مع المدرب بابلو للموسم القادم واختيار العنصر
أو اللاعب الذي سيفيد النادي. هذا فيما يخص نادي الميناء. أما فيما يخص نادي نفط البصرة فبكل تأكيد أيضا نفط البصرة على غرار شقيقها الأكبر نادي الميناء أيضا اتجهت بعد فشل المفاوضات مع المدرب قحطان كثير من أجل قيادة الفريق في الموسم القادم، اتجهت إدارة نفط البصرة صوب أيضا المدارس الأجنبية أو المدرب الأجنبي وخصوصا المدرسة الكرواتية. هناك مفاضلة بين أكثر من مدرب من المدرسة الكرواتية سيتم الاختيار من خلال هذه يعني أيضا هذه الأيام المقبلة، وسيختار المدرب الذي سيقود الفريق خلال الموسم القادم. ربما هو أيضا المدرب الكرواتي الأقرب لاستلام نفط البصرة بكل تأكيد. أيضا حتى اللاعبين هناك من يعني وقع الاختيار عليهم، هناك أكثر من اسم مطروح على طاولة نفط البصرة. ربما أبرز يعني المغادرين لنفط البصرة هذا الموسم حسام جاد الله المهاجم، حسام جاد الله الذي اتجه صوب نادي نفط بغداد. بكل تأكيد أيضا الإدارة تسعى إلى تحقيق نتيجة يعني إيجابية خصوصا بعد الدرس الذي تعرضت لها الإدارة في هذا الموسم. بكل تأكيد أحمد الدرس الذي تعرضت له إدارة نفط البصرة كان درس قاسي، كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدوري الممتاز، لكن بكل تأكيد هذا الدرس أعطى حافز إيجابي للإدارة من أجل التعاقد ومن أجل درس التعاقدات للموسم القادم. بكل تأكيد أحمد الأيام القادمة ستشهد هناك أخبار بخصوص أسماء المدربين، بخصوص أسماء اللاعبين فيما يخص نادي الميناء ونادي نفط البصرة. هذا كل ما لدي في خصوص الأندية البصرية، والعودة إليك مجددا. طيب شكرا جزيلا جلالي كل هذا الحديث عن الأندية البصرية وكيف تستعد لدوري نجوم العراق. أيضا يوم أمس خبر صادم بالنسبة للجماهير العراقية بشكل عام وجماهير القيثار الخضراء بشكل خاص، اللي تعرف يعني ممكن تسربوا لها الخبر قبل أيام، وهو انتهاء العلاقة بين مؤمن سليمان مدرب الفريق وإدارة نادي الشرطة بسبب عدم امتلاك المدرب شهادة برو، وبالتالي لن يكون مؤمن سليمان مدربا بدوري نجوم العراق للموسم المقبل. وهذا القرار هو قرار من اتحاد كرة القدم بأن يكونوا مدربي فرق دوري نجوم العراق للموسم المقبل حاصلين على شهادة برو حصرا، ولا يمكن للمدرب التنقل بين نادي وآخر، يمكنه تدريب فريق واحد فقط في دوري نجوم العراق. وهذه هي قرارات رابطة دوري نجوم العراق بالنسبة للمدربين وكيفية عملهم الموسم المقبل. لذلك بطل الدوري والكأس بطل الثنائية الكابتن مؤمن سليمان سيكون خارج دوري نجوم العراق للموسم المقبل. نتمنى له التوفيق وأكيد قضى وقتا ممتعا مع الجماهير العراقية من خلال فريق الشرطة. مشاهدين الكرام هذا كل ما يخص الملف الرياضي. نرجع إلى إيلا، وإيلا عندك الختام. شكرا أحمد أكيد ولكل زملائنا اللي شاركوا بإنتاج هذه الحلقة من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أول النهار، وأيضا شكر الجزيل لمشاهدينا على حسن المتابعة. نلتقيكم بحلقة جديدة أخرى ونهاركم سعيد.